السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أحبتي صف التمهيدي؟ معكم المعلمة ديانا حسان من روضة ومدارس الهدي المحمدي. اليوم في مادة اللغة العربية سوف نتعرف على حرف جديد وهو حرف الثاء. بداية يا رائعين، دعونا نتعرف على أهداف هذا الدرس معا. يتعرف حرف الثاء. يميز حرف الثاء لفظا وشكلا. يلفظ حرف الثاء لفظا سليما. يذكر كلمات فيها حرف الثاء. يقرأ حرف الثاء مع حروف المد الثلاثة. يحلل ويركب كلمات تحتوي حرف الثاء. يكتب الطفل حرف الثاء بشكل سليم. إذن يا رائعين، اليوم سوف نتعرف على حرفنا وهو ثاء وصوته ث. ثاء وصوته ث. بداية يا أحبتي، دعونا نستمع إلى قصة هذا الحرف ونراعي آداب الاستماع لكي نجيب على الأسئلة التي تليها. هيا يا رائعين نستمع لقصة حرف الثاء. جارنا ثابت. قال سكر لأصدقائه: جاري ثابت فلاح مثابر، يعتني بأرضه، ينثر البذور في فصل الخريف، ويحرث الأرض بالمحراث، وفي فصل الصيف يجمع الثمار ويأكلها مع أسرته. قال سكر: ما أجمل أن يأكل الإنسان مما يزرع. سوف أعيد قراءتها مرة أخرى. جارنا ثابت. قال سكر لأصدقائه: جاري ثابت فلاح مثابر، يعتني بأرضه، ينثر البذور في فصل الخريف، ويحرث الأرض بالمحراث، وفي فصل الصيف يجمع الثمار ويأكلها مع أسرته. قال سكر: ما أجمل أن يأكل الإنسان مما يزرع. إذن وبعدما سمعنا قصتنا، من يقول لي يا رائعين ما اسم القصة؟ أحسنتم، جارنا ثابت. من هم شخصيات القصة؟ أحسنتم سكر وأصدقاؤه وجاره الفلاح ثابت. أبدعتم يا رائعين. ماذا قال سكر عن جاره ثابت؟ أحسنتم، قال سكر عن جاره ثابت: جاري ثابت فلاح مثابر. والآن يا أحبتي، من يقول لي ماذا يفعل ثابت في فصل الخريف؟ أحسنتم يا رائعين، ينثر البذور في فصل الخريف. إذن وماذا يفعل في فصل الصيف؟ أحسنتم، في فصل الصيف يجمع الثمار ويأكلها مع أسرته. أحسنتم يا أبطالي. الآن يا أحبتي، من يعدد لي الفصول الأربعة؟ هيا نعدها سويا: فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الصيف، وفصل الخريف. أحسنتم يا أحبتي. والآن ماذا لو كان لديك أرض؟ ماذا ستزرعها؟ من يقول لي؟ أحسنتم، ممكن تفاح أو عنب أو زيتون أو تين. أحسنتم، أو ليمون. أبدعتم يا أبطالي، هناك ثمار كثيرة كثيرة. من يذكر لي أسماء ثمار تنضج ونأكلها في فصل الصيف؟ أحسنتم، البطيخ. وماذا أيضا؟ رائعين، الشمام. أحسنتم، التين. أبدعتم.
عنب، أبدعتم يا أحبتي، أحسنتم أحسنتم. الآن يا أحبتي يا رائعين، من يعطيني عنوانا آخرا للقصة؟ الفلاح ثابت أيضا، وأيضا الثمار في فصل الصيف. ممكن، أبدعتم أبدعتم يا رائعون. الآن يا أحبتي أريد أن أسألكم، هل عمل الفلاح مهم في حياتنا؟ نعم بالتأكيد، أحسنتم يا أحبتي، فالفلاح يعتني بالأرض ويزرعها ويجمع الثمار عندما تنضج لنأكلها نحن جميعا. إذن للفلاح أهمية كبيرة في الاعتناء بالأرض وزراعتها لكي نحصل على الثمار اللذيذة والمفيدة. الآن يا رائعين أريد أن أقرأ الكلمات التي تحتوي حرف الثاء في القصة. ثابت، مثابر، ينثر، يحرث، المحراث، الثمار. إذن ثابت، مثابر، ينثر، يحرث، المحراث، الثمار. حرفنا إذن يا أحبتي هو ثاء وصوته ث. رحبوا به، هيا هيا يا رائعين. ثاء وصوته ث، ثاء وصوته ث. الآن يا رائعين أريد أن أذكر لكم بعض الكلمات التي في صوتها حرف الثاء. عندما نسمع صوت حرف الثاء في الكلمة نصفق، وعندما لا نسمع صوت حرف الثاء في الكلمة لا نصفق. ثلج، ثلج، أحسنتم، هيا صفقوا عاليا. بطة، بطة، هل تحتوي حرف الثاء؟ لا بالتأكيد، أبدعتم. الصورة التالية، ثعبان، ثعبان، أحسنتم، هيا صفقوا عاليا. رائعين رائعين رائعين، أبدعتم يا أحبتي. الآن يا رائعين نريد أن نتعرف على أشكال حرف الثاء في الكلمات، هيا لنتعرف عليه سويا. وأيضا هنا ثوب، هيا صفقوا عاليا، أحسنتم، ثوب، ثوب، أبدعتم يا رائعين. الآن يا أحبتي نريد أن نتعرف على أشكال حرف الثاء في الكلمات. لدينا الصورة الأولى، ثعلب، ثعلب، وهو من الحيوانات الغير أليفة. جاء حرف الثاء في كلمة ثعلب في أول الكلمة. الكلمة الثانية، ثوم، ثوم، أين جاء حرف الثاء في كلمة ثوم؟ أبدعتم أيضا في أول الكلمة، في أول الكلمة. إذن في أول الكلمة هكذا شكل حرف الثاء. نلاحظ في كلمة مثلث، مثلث، جاء في وسط وآخر الكلمة، أبدعتم، في وسط وآخر الكلمة. وفي الكلمة، في الصورة الأخيرة، كلمة أثاث أيضا جاء في وسط وآخر الكلمة. إذن لنلاحظ يا رائعين في أول ووسط الكلمة يأتي بهكذا بهذا الشكل، وفي آخر الكلمة يأتي بهذا الشكل. إذن كم شكل لحرف الثاء لنلاحظ؟ أحسنتم أحسنتم، له شكلان اثنان، في أول ووسط الكلمة هكذا، وفي آخر الكلمة. إذن له شكلان اثنان،
حرفنا ثاء وصوته ث، ثاء وصوته ث. والآن يا أحبتي، وبعدما تعرفنا على أشكاله، نريد أن نتعرف ونقرأ حرف الثاء مع الحركات المد القصيرة الفتحة والضمة والكسرة، والحروف المد الطويلة آ أو إي. بداية دعونا نتذكر أن حرف الثاء مع السكون يبقى كما هو ث ث. الآن لنقرأ حرف الثاء مع المد القصير والمد الطويل أنا وأنتم سويا. ث ث ث ث. الآن مع الضمة والمد الطويل أو. هيا يا رائعين، ثو 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 ثو. الآن مع الكسرة والإي، ثي 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 ثي. أبدعتم أبدعتم يا أبطال الرائعين. الآن يا أحبتي، نريد أن نتعرف على الصوت الأول في هذه الكلمات. بداية أنا لوحدي، ثم أنا وأنتم سويا، ثم أنتم لوحدكم. ما هذه الصورة؟ صورة ثمار، ثمار. الصوت الأول في كلمة ثمار ث. الآن أنا وأنتم سويا، الصوت الأول في كلمة ثمار ث. الآن أنتم لوحدكم، الصوت الأول في كلمة ثمار ث. أبدعتم يا رائعين. هذه الصورة، إنها صورة ثور، ثور. ما الصوت الأول في كلمة ثور؟ أبدعتم يا رائعين، أبدعتم. الصوت الأول في كلمة ثور ث. أبدعتم أبدعتم يا أحبتي الرائعين. وبعدما تعرفنا على الصوت الأول في الكلمات، نريد أن نقوم بالتركيب والتحليل. بداية نريد أن نركب كل مقطع في بيت لوحده، نريد أن نضعه في بيت ونركبه معا. الآن لنشاهد المقطع الأول. هيا لنقرأ المقاطع ونركبها عن طريق الأصابع. ث ب ت، ث ب ت، ثابت. أحسنتم أحسنتم يا أبطالي. الآن الكلمة التي تليها، أ ث ث، أ ث ث، أثاثي. أبدعتم أبدعتم يا أحبتي الرائعين. وبعدما قمنا بالتركيب يا أبطالي، نريد أن نقوم بالتحليل عن طريق التصفيق. لدينا الكلمة كاملة، نريد أن نقطعها إلى مقاطع ونضع كل مقطع في بيت. الكلمة الأولى كلمة ثمار، هيا نحللها عن طريق التصفيق. ثمارو ثمارو. أبدعتم يا أحبتي. الآن نريد أن نتذكر قواعد التركيب والتحليل. بداية ث وضعت في بيت لوحدها لأن جاءت تحتها كسرة، أي جاءت متحركة توضع في بيت لوحدها. ما جاء معها حرف مد، نضع المد مع الممدود. والمقطع رو جاء أيضا فوقه مد قصير وهو الضمة، يوضع في بيت لوحده. أبدعتم يا أحبتي. الآن الكلمة الثانية كلمة محراثي، كلمة
محراثي. هيا لنحللها أنا وأنتم عن طريق التصفيق. محراثي محراثي. أبدعتم أبدعتم يا أحبتي. والآن لنتذكر القواعد التحليل والتركيب هنا. مح جاء متحرك مع ساكن، متحرك مع ساكن يوضع في بيت لوحده. را جاء الحرف مع حرف مد، نضع الحرف مد مع الممدود. وأيضا المقطع ثي جاء حرف الإف مع حرف مد وهو إيه، نضع المد مع الممدود. أبدعتم أبدعتم يا أحبتي الرائعين. وبعدما حلل قمنا بالتركيب والتحليل، الآن وأنا وأنتم نريد أن نأتي لفقرة التفكير والإبداع التي تحبونها. أريد أن أطرح عليكم هذا اللغز وعليكم أن تتعرفوا عليه. أداة في البيت، وتوجد في المطبخ، وتستخدم في تبريد وحفظ الأطعمة، وتبدأ بحرف الثاء. ما هي؟ أبدعتم أبدعتم. ثلاجة ثلاجة. صفقوا لأنفسكم، رائعا عاليا، أحسنتم أبدعتم يا أحبتي. الآن لنأتي للسؤال الذي يليه. يتساقط من السماء في فصل الشتاء، ولونه أبيض، ويبدأ بحرف الثاء، فما هو؟ أبدعتم يا رائعين. ثلج ثلج. أحسنتم أحسنتم يا أحبتي الرائعين. أحبتي الرائعين، هكذا نكون قد تعرفنا على حرف الثاء وصوته ث، ثاء وصوته إث. وبعدما تعرفنا عليه وتعرفنا عليه من خلال الكلمات وعلى أشكاله وحلل وقمنا بالتحليل والتركيب، أطلب منكم يا أحبتي بمساعدة أمي الرائعة عمل الواجب البيتي في صفحات الكتاب 100 و101 و102 و103. دمتم بحفظ الرحمن، وإلى اللقاء.